صل على محمد وآل محمد. سيد أحمد الوداعي أحد المغتربين عن الوطن. أقول كلمتي ما دام النظام يعتقل الشباب في أنصاف الليالي وينتهك أعراض النساء في السجون ويقتل ويسفك وما زال الرموز في طوامير آل خليفة الطغاة، وما دام الشعب يعاني من هذه العائلة القبلية التي دامت تحكم البحرين منذ 240 سنة إلى الآن، نحن لا نوافق على هذا الحوار الغير جاد. حوار سلمان ولد حمد لا يمثلني.